المباراة كانت صعبة بالنسبة لكم، واش تقول بخصوص هذا اللقاء؟ الحمد لله على التأهل للربع النهائي اللي ما كانش بالسهل، ولعبنا ضد فريق قوي يعرفوا يلعبوا بالون، وان احنا على بالنا بان النجم الساحلي كان جاي يلعب ضد الامير اسد القوس، وان احنا طبقنا التعليمات تاع المدرب تاعنا في البروجرام وشفناهم ثاني في الفيديو كاع، وان اليوم ان شاء الله ربي ما خيبناش، وان قدرنا نحقوا الفوز عليهم ولعبنا خلينا متواجدين في الربع النهائي. ان شاء الله احنا ان شاء الله غادي نزيدوا من الطموح تاعنا ونلعبوا ماتش بار ماتش، ان شاء الله نحققوا لي سوجيكتيف تاعنا. ان شاء الله مباراه الترجي نحضروا لها كما كامل المقابلات، ان شاء الله احنا نديروها لتونس من اجل الفوز تحقيق الصداره ان شاء الله. شفناك سجلت من قبل هدف، لمن تهديه؟ الهدف تاعي نهديه للامه، نهديه لكل عائله تكون خير، عائله خيار وكل الحي تسيلا بوتيليس نسكن فيه، وان شاء الله مازال ان شاء الله نزيد نفرحهم ونزيد نفرح الانصار، نادي الانصار ثاني انصار شباب بروزداد اللي توجور يدعموني توجور يكوريجوني توجور واقفين معايا، وان شاء الله مازال ثاني ان شاء الله نزيد اهداف اخرى ان شاء الله، وندي لهم التلفيكاسو الانصار والعائله تاعي. رساله اخيره تقولها للانصار؟ وانصار نقول لهم ان شاء الله وقفوا معنا، كونوا معنا يد واحده، احنا ان شاء الله ما تخيبوا في التيران، نديروا كاع واش علينا باش نفرحوهم ونفرحو معاهم ان شاء الله.